أمة صفحات مضيئة في كتاب تاريخها وأيام للفخر والاعتزاز، وما أكثر تلك الأيام التي يحملها التاريخ المصري في مقدمتها يوم 9 مارس من كل عام، يوم الشهيد الذي يحيي فيه الشعب المصري ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض في عام 1969 على الخطوط الأمامية لجبهة العدو أثناء حرب الاستنزاف، لتتجدد مع هذه الذكرى ذكريات استشهاد رجال آخرين صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه. وبهذه المناسبة شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية 37 التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تحت عنوان الثمن. يمكن ساعة لما الأبطال دول استشهدوا كانت الدنيا لسه مش باينة، وكان كل الناس خايفة، وكل شوية نصحى على عمل كبير بيحصل ودماء من دماء أبنائنا بتنزف وأرواح بتروح عند ربنا. أنا عايز أفكركم دلوقتي إن التمن ده اللي أبنائنا دول دفعوه واللي انتوا قدمتوه وإحنا مش هنقدر نعوضكم عليه، اللي هيعوضكم عليه ربنا. ربنا وحده سبحانه وتعالى هو اللي هيعوض أسر الشهداء والأم بالذات. إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبنائكم وأبناء أسر كتير أخرى، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تحقق الحلم ده بفضل الأرواح دي وبفضلكم أنتوا كأسر مصرية طيبة وبسيطة ربت ولادها وقدمتهم. التمن اللي واللي ما ننساهوش حقيقي هو ان احنا نخلي بالنا من البلد ديت ان شاء الله، وان الكلام ده ما يتكررش فينا تاني يا رب. والخراب اللي كان ممكن مصر تشوفه خلال ال10 سنين اللي فاتوا ما يتكررش تاني. بمين؟ مش بقى بالجيش والشرطه، بفضل ربنا، بكل المصريين قبل كل شيء، وفوق ده كله ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا. صورة تذكارية للرئيس السيسي مع أمهات شهداء مثلث القيادة تعكس تقدير واعتزاز الدولة بتضحيات شهدائها ممن سقطوا في الحرب ضد إرهاب غادر في شمال سيناء، وتؤكد أنها لم ولن تنسى هذه التضحيات التي بذلها أبناؤها الأبطال من رجال القوات المسلحة. سامحيني يما وشدد الرئيس أن الحرب ضد الإرهاب لم تكن سهلة طوال السنوات العشر الماضية. لما حصل الكلام ده من سنين كنا بنقول إن الموضوع ده في يوم من الأيام هينتهي، ومفيش إرهاب بيهد بلد لو كانت البلد دي على قلب رجل واحد، مفيش. في تمن وفي وقت كبير بيضيع وفي مقدرات وتكلفة غير الأرواح بتتقدم من البلد دي، لكن أكيد اليوم هيجي لنهاية، واللي احنا شفناه وكنا بنشوفه كل يوم على مدى تقريبا 10 سنين. وأشار الرئيس السيسي إلى أن المؤامرة الكاملة على مصر كانت في عام 2011 عندما كان يجري تخريب مؤسسات الدولة في سيناء بينما كان المواطنون متواجدون في الميدان، والناس مشغولة في الميدان، كان بيتم تخريب تواجد الدولة المصرية هناك والقضاء عليه، إقسام مديريات كل ما يتعلق بمصر، وتعمل ولاية وتعمل قضاء شرعي على قد تعبيرهم يعني، وحاجات من هذا القبيل. يوم 28 يناير كانت خلاص بقى نتيجة التعدي ده بقت الأمور خارج السيطرة. وأعلن الرئيس السيسي عن إقامة معرض للحرب على الإرهاب في سيناء، مشيرا إلى أن المعرض سيحتوي على معدات الحرب من أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال، والتي كانت بحوزة من تم القضاء عليه من العناصر الإرهابية. احنا هنعمل مش بس الاحتفالية، احنا هنعمل معرض للحرب ديت، هنعمل معرض للحرب ديت، هنوريكو الحاجات اللي كانت موجودة اللي بقيت يعني، بس مش قليل ده، كتير قوي.
قوي من سلاح وذخائر وأجهزة اتصال وكل ما تعنيه معدات حرب. يعني الموضوع هناك ما كانش بسيط. الناس متعودة أنها تشوف الحرب اللي هي يعني يصوروا دبابات وطائرات بتضرب وبتاع زي الحروب التقليدية يعني، لكن الحرب دي كانت صدقوني أكثر شراسة، لأن العدو التقليدي أنت عارفه بتشوفه وتقدر تتعامل معاه وجها لوجه، ده ما بتشوفوش، ده مستخبي وسطينا بلبسنا وحالنا يمكن وبعدين يوم بخسة وجبن يهاجمك ويجري. وطبعا الناس بتبقى ما يعني موجوعة على ولادها وعلى مستقبل بلدها. فالحمد لله رب العالمين، ما حن في المعرض ده ان شاء الله هنوريكم صور بالاسم لكل اللي كانوا مجرمين هناك. ولا يكتمل الاحتفال بيوم الشهيد إلا بتكريم أسرهم ومصابيهم، لذا فقد كرم الرئيس السيسي أسر شهداء ومصاب العمليات من القوات المسلحة. يموت واحد من الملايين. من ساعة ما تخرج من 2011 لحد ما استشهد وهو في سيناء، قاعد من العيد الصغير لحد قبل العيد الكبير لحد الاستشهاد، والله ما شفته، أنا ما شفتوش يعني حوالي شهرين بالظبط ما شفتوش، ولا كنت أعرف أنه أي حاجة. قلبي كان وجعني بس بقيت أدعيله، لذلك هو كلمني بس مرة يوم الجمعة قبل الاستشهاد بيوم، وكان قبل الاستشهاد بيوم ده كان يوم ترقيته، كان رائد 1/7 استشهد 2/7، خد مقدمة يعني خد الرتبة الأعلى، بس عند ربنا، هو عند ربنا كبير قوي، هو كان بر بيا، كنت يعني أول فرحاتي وأول حياتي ودنيتي، بس الحمد لله هو راح عند أحسن مني وهو يعني مع الصديقين والشهداء إن شاء الله. كان مجموعة من شباب القوات المسلحة قد قدموا عرضا مسرحيا بعنوان بطل الحكاية، جسدوا خلاله شخصيات الشهداء وخوفهم الشديد على أسرهم، وتناول العرض حياة أسر الشهداء بعد استشهاد أقاربهم في جبهات القتال من أجل الدفاع عن الوطن. كما قدم خلال الاحتفال عدد من الفقرات الفنية التي أعدتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، جسدت معاني التضحية والفداء التي بذلها شهداء الوطن دون انتظار للثمن. يا حي عند الله ورزقك في السماء، غالية الحياة بس الوطن أغلى وألم. مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا شهيد. الثمن هو تضحية كل شهيد جاد بروحه ليحيا ويعيش هذا الوطن. الثمن هو كل قطرة دماء سالت في سبيل الحفاظ على أمن وأمان هذا الشعب العظيم. الثمن هو كل قطرة عرق سالت على جبين كل ساع للبناء والتنمية والعمران. الثمن أيضا هو عنوان الندوة التثقيفية 37 التي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. من مركز المنارة للمؤتمرات على رشوان النيل.